يا اخ سلمان، كيف حالك؟ مرحبا عبد الله، كيف الحال؟ مرحبا عبدو، احنا جدا سعيدين استضافتك طال عمرك، واحنا نعرف انك انت شخص جدا طموح، وانت من شخصيات الخليجيه اللي احنا نفتخر فيها، ونعرف انه وانت صغير كان يكون حلمك العمل في رياضه السيارات. لكن خلينا نتكلم اول شيء عن بداياتك طال عمرك كمتسابق. اتوقع اول سباق لك كان في السوبر كاب بورشا اذا ماني غلطان في عام 2005. اي طبعا، اول سباق خلينا نقول انترناشونال كان البورشا سوبر كاب، وبصراحه ما كنت اتوقع ان تكون منافسه لهالمستوى. تعلمت كثير وبين ان يعني انا اظن في ثاني لفه ولا ثالث لفه دعمت وطلعت من السباق بحادث يعني كان عجيب. من ذاك الوقت تحقق الحلم ان اقدر اسابق. شيخ، انا عارف ان انت من عشاق البورشا زي انا داي هارد فان بورشا باي ذا واي، فابغى اعرف ايش البورشا المفضله لديك؟ البورشا المفضله بقول ال 991 كاب كار، يعني سياره السباق. شاركت في 2005 و2006 في ال 997 وسقت الكار الجديده او اللاست موديل، وكان فرق كبير. طبعا سياره السباق غير، لكن ذات كار واز اميزنج. التورك، التيرنينج، البريكينج. من ناحيه رود كارز احس الجي تي 3 من افضل السيارات، الار اس الجي تي 3 من افضل السيارات الجديده. اتفق معك، هي بينقصك يعني شوية باور بعد. كرمال هيك أنا لقلي شيخ كنت ناطرك تقلي جي تي 2 الار اس هي أفضل سيارة، لأنه سيارة حلم هديك عم نحكي نحن أكيد. بس أنا عبدو يعني on the track جي تي 2 يس أسرع شوي، لكن not much difference يعني. يمكن لقلي لأنه فيها تير وبتساعدني أعمل فيها drift بركي exiting the corners، كرمال هيك أنا أفضلها. طيب شيخ، رح نرجع لإنجازاتك برياضة السيارات. من بعد البورش سوبر كاب انتقلت وعملت سباق الـ 24 ساعة بدبي والمازيراتي كاب طبعا ميدل إيست. فيك تخبرنا أكثر شو هني أهم إنجازاتك برياضة السيارات كمشارك؟ اللي أتذكر طبعا مازيراتي كنت درايفر اللي عزموني تو ريس، يعني VIP درايفر. أوكي. وحتى زعلوا when I was on the podium and أنا ما كنت part of the championship. هم عازمين ناس يوم يعزمونك ولين تفوز، يعني شوي كان شوي ويرد شوي إحراجي. بس تستاهل لأنه تعديتك ما شاء الله عليك، يعني بس تطلع خلف المقود عم تفاجئ الكل. أول سباق قالوا لي يعني you're not part of the point، بس قلت أنا ما أعرف أسوق وأخفف ولا flat out غيروا البول. لكن السباق اللي يعني أتذكره we did the 24 hour race في البحرين في 2006 في ال 997 كاب كار. 24 hours نزل مطر علينا أظن 12 ساعة اللي ما توقعنا. We ended up winning the category. أولا لأن والتر لكنر اللي رتب الفريق جاب رين تايرز أكثر من أي فريق. We had the best setup. بس السباق اللي صدق أتذكر 24 hours of Dubai، يوم فزنا هذا السباق كنت أنا والأمير خالد بن سلطان وبندر العسائي. It was an amazing race. Second place for 23 hours. Wow. وآخر شيء قدام. واو، كان شيء جميل. واو، كثير حلو. شيخ، بدي منك تحدثني شوي عن أهم التحديات اللي واجهتها بآخر 10 سنين بإدارتك لحلبة البحرين الدولية. يمكن كان عندكم تحدي كتير كبير لحتى ينعمل السباق بالليل، وإن كان التكلفة أو الوقت وغيرها، بس أنت لألك شو هني أهم التحديات اللي واجهتوها بآخر 10 سنين بحلبة البحرين؟ محظوظ جداً في الفريق اللي موجود بحلبة البحرين الدولية، وكل ما نحط تحدي عليهم كفريق نتعدى هالشيء. We have three values بالحلبة: pride, passion and performance. 100%. تحدي يوم مشروع الإنارة، أول اجتماع اللي جلسنا مع الشركات كانت يحتاجون 250 يوم لتكملة المشروع، وشركة 220 يوم، وإحنا كان عندنا 180 يوم إلى السباق. لو تفكر فيها 500 light poles 25 kilometers of cabling. واو. يعني كنا لازم نركب 10 light poles في اليوم. واو. وكان تحدي كبير، ووصلنا with the testing with everything. بس we always have challenges، يعني نفس الريسينج عبدو you know. قدرنا نبني كالندر يعني 2019 إذا ذكر من نوفمبر إلى مارش we were sold out every day. كل يوم كان في فعالية almost 350-360 events in a year. قدرنا نجذب تيستينج اللي ما قد صارت في المنطقة أو سباقات، نفس الوقت قاعد نثقف المنطقة عن رياضة سيارات. دراج ريسينج حاولنا نوقع مع الـ NHRA في أمريكا إن نجيب القوانين العدلة، نرتب الأمور. سيفتي will always be paramount، يعني لازم نركز على سلامة الناس. المسؤولية اللي علينا إن إحنا we provide البيئة الآمنة اللي نقدر نخلي الناس تستانس فيه.